وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك سعيا مستمرا لتحسين معيشة الفئات الأكثر فقرة نزود مظلتنا للحماية الاجتماعية في المرحلة اللي احنا موجودين فيها حتى نخفف على المواطنين من التداعيات بتاعة الأزمة ديت يعني أنا هقولها هنا التوجيه للحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وتوفير أكثر درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثرا. أنا قلت بلاش إن احنا نعمل حاجة زيادة أكثر من كده على المواطنين وأنا بأكد عليها تاني وبقول أنا بوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية.